لجنة الشباب بالمركز القومي للمرأة هي لجنة مستحدثة معظمها من المتطوعين اللي قرروا يحتفلوا بيوم المرأة المصرية 16 مارس 2014 بشكل مختلف. احتفالية النهاردة مختلفة عشان المركز القومي للمرأة أول مرة يعمل حاجة شبابية، علشان كده طبعا مختلف تماما عن اللي بيعمله المجلس. فاختارنا سيد ساوي علشان هي الاودينس بتاعهم كلهم شباب تقريبا، وفي نفس الوقت عشان تكون اوبن داي، حاجه مفتوحه، فقراتها نفسها مفتوحه، عشان كده اليوم كان مختلف بالنسبه لنا. في لجنه نوعيه كتير موجوده داخل المجلس مختلفه، بتقوم باعمال تانية كتير طبعا، ولكن هي تعتبر كاول حاجه او اول كيان موجود في مصر في كله كل الكوادر الموجوده فيه شباب فعلا، كله عمل تطوعي. والفكره ان احنا حابين نوصل للشباب اكتر، نوصل صوت الشباب للجهاز التنفيذي والدوله. تضمنت الاحتفاليه فقره لتعليم الفتيات ابسط خطوات الدفاع عن النفس. انا اقدم فقره عن الكاراتيه والدفاع عن النفس بالنسبه للمراه، فانا اتشجعت ان انا اجي في اليوم ده واقدم نبذه مختصره ازاي المراه في الوقت الراهن اللي احنا فيه ازاي تقدر تدافع عن نفسها بابسط الطرق، مش لازم تمارس الكاراتيه بس بالطرق البسيطه اللي هي ما تبقاش صعبه بالنسبه لها. ايه شعيب، سي بي سي.